هقول لك على موقع جامد جدا، وصدقني لما اقول لك جامد جدا في موضوع الاكسل هيفرق معاك كتير جدا في الاكسل. اسمع مني، الموقع ده فعلا فعلا فرق معايا كتير جدا. الموقع ده بيديك نبذه كده عن الموقع، بيديك ان انت لو انت عايز تدور على حاجه ومش عارف المعادله بتاعتها هو بيجيب لك المعادله بتاعتها، او لو انت عندك كمان معادله ومش عارف هي بتتشرح ازاي هو يشرحها لك. الموقع ده قبل ما اوريك ليه، الموقع ده بالانجلش مفيش حاجه عربي، الموقع ده فري تماما مفيهوش اي حاجه من موضوع ان انت تدفع او اي حاجه. خليك معايا. دخلت في جوجل وكتبت اكسل فورميليتور اكسل فورميليتور، بس هتلاقي الشكل ده قدامك. في حاجه اسمها بيلدر، في حاجه اسمها اكسبلينر. البيلدر ده اللي انت بتبني المعادله. بمعنى لو انا جيت دلوقتي كتبت مثلا انا عايز اعمل مثلا ايه، I need to replace words with another words وادوس جنريت، ايه اللي هيحصل؟ ده في الشيتس، الشيتس اللي هي جوجل شيتس او الاكسل اللي هي الاكسل العادي، وفي اير تيبل بصراحه انا ما اعرفش بتاعت ايه. بص، المفروض ان هي تطلع المعادله هنا. هو دلوقتي بيستخدم الذكاء اللي هو الاي اي او الذكاء الاصطناعي ان هو يترجم لك. اهو بص، اهو في معادله اسمها سبستيتيوت. سبستيتيوت بتقول ايه؟ ان اي 1 لو هي اسمها اولد وورد تغيرها بنيو وورد. لو انت خدت المعادله دي وحطيتها في الاكسل، يعني لو احنا مثلا فتحنا الاكسل كده هنا اهي كوبي ونحطها هنا، عشان هو بيقول A1 A1 اهي. طب تعالى بقى نكبر الكلام ده شوية كده ونخلي مكان ال old word. يعني مثلا انا جيت مثلا كتبت مثلا وليكن هنا اسم محمد زي ما انا محمد، وعايز اغير كلمة او حرف ال ED اخليها مثلا R مثلا، يبقى اغير ال ED to R. بصوا اللي هيحصل، هتبقى محمر. هتبقى غيرت الايس الاي دي لار. فالموضوع ده دي اسمها سبستيتيوت. طب ايه رايك مثلا نغير حاجه تانية؟ مثلا وليكن نجرب نعمل مثلا معادله تانية. ده في الشيتس دي، نخليها مثلا اكسل عادي مش تفرق، اصل الشيتس اللي هي جوجل شيتس والاكسل العاديه. تعالى مثلا I need to find specific word مثلا، اللي انا بدور على كلمة معينة. انزل if is number search word A1 يبقى word found. search، معادلة اسمها search اهي، اللي هي if دي اللي هي معادلة if. طب لو انا عايز مثلا find word مثلا، too short مثلا specific word اهي كوبي. ثانية اهي كوبي وحطيناها في الاكسبلينير اهو. اهو بص، لما انا كنت حاطط معادلة هنا بيجيب لي المعادلة دي معروفة ازاي. تعالى مثلا نحط المعادلة دي كده ونقول له ايه دي معناها ايه. ما بص، شايفين بيقول لك اكسل فورمولا از تشيكينج اف وورد، ان لو الكلمه اسمها وورد موجوده في السيل او الخليه اللي هي A1، لو هي موجوده ان الفورمولا ويل ريتيرن تو تكست وورد فاوند. وورد فاوند اللي هي لو هي موجوده هيقول لك هنغيرها بالكلمه اسمها وورد فاوند. طب لو هي مش موجوده تكست وورد نوت فاوند، لو هي مش موجوده يعملها كده. ده بيشرح لك المعادله دي عامله ازاي. بجد بجد موقع جامد جدا، اتمنى ان كلكم تخشوا وتجربوه في الاكسل، هيفيدكم كتير جدا. شكرا جدا ليكم، ولو عجبك الفيديو يا ريت تعمل لايك وتشترك معايا في القناه وتفيدني وتشير كمان الفيديو. كان معكم محمد تحسين من قناه سرشاجي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.